امرأة في عصرنا الحديث تقول لزوجها اريد ان اختبر ابني، ايش بده يطلع؟ دكتور، مناضل، فاسد؟ فقال الرجل لزوجته نريد ان نضع اختبار، نحط كتاب قرآن وعلى القرنة الثانية $100 وعلى الزاوية الثالثة زجاجة خمر لنختبر ماذا يريد ابننا. قالت الزوجة لزوجها بما تفسر؟ قال اذا اخذ القرآن عالم، واذا اخذ النقود تاجر، واذا اخذ الخمر فاسق. فدخل الولد الغرفة والاب والام يراقبون، فاخذ المصحف وضع في جيبه النقود ثم احتسى الخمر. فقالت الزوجة لزوجها بما تفسر هذا؟ قال سيكون زعيما عربيا.